ضيفنا اليوم بفقرة تالنتس الراقص والمبدع بيير جعجع، وعم بيرافقه المخرج عماد شبلي. بيير يلي أدخلنا على عالمه الصامت من خلال إحساسه، يلي قدر كمان أنه يكون عم بيترجم لغة يلي بيسمعها من خلال رأسه ومن خلال لغة الإشارة، قدر يوصل صوته للعالمية ويتحدى كل الصعوبات وكل المطبات يلي واجهته بالحياة ليقدر يكون عم بيوصل رسالته وصوته لأكبر عدد ممكن من العالم. أهلا وسهلا فيكم معنا اليوم بيير. أنت بلشت يمكن عن عمر كتير صغير، عندك حب وعندك عشق لتكون عم بتحضر الرقص، وكبرت وصرت راقص محترف. خبرنا أكثر، مين بيير قبل ومين بيير هلأ؟ أكيد أول شيء صباحا كل جمهورنا، الحكومة وزارة الثقافة للتعليم. أنا كرسي صعبة كتير قبلها، هلا أحسن لأنه الناس بيعرفوا أنا عم بشتغل غالي، بس الحمد لله إنه عندي موهبة. عندك موهبة كتير لافتة وعم تشتغل على حالك، وقدرنا نشوف إنه بفترة كتير قصيرة يمكن تحول بيير من إنه يكون راقص عادي لقدر انه يقدر يوصل نوعا ما للعالميه، اذا فينا نقول. شو غير فيك اللقب؟ انت كنت ضيفنا سنه الماضي بهالفتره. مزبوط مزبوط، سنه الماضي وهلا معي. سنه الماضي عم اشتغل وين ما كان، مسرح، محلجات، وهلا مشتغل حالي لقص لوعه. انه هيدا هيدي قوة أكيد. قوة. هيدي أكيد قوة. نعرف إنه الرقص هو لإلك وسيلة لتقدر إنك تكون عم بتوصل يمكن إحساس بتشعره، حالة نفسية يمكن عايشها، بتقدر تترجمها من خلال رقصك لتقدر تترجمها لهالجمهور يلي عم بيكون عم بيحضرك. شو بتكون حالتك النفسية؟ شو بيكون إحساسك أنت وعم ترقص على خشبة المسرح، خاصة أنه هلأ عم بتكون بأكثر من مهرجان وبأكثر من احتفال؟ هلأ في شخص جمعية ثلاثة قيمة الشركات، في شخص اسمه ريتا ساخي سمحت قتلي لأنه طلب مني، أنا عندي نجمة نجوم من الرقص. في كثير أشخاص طلبني. أول ما نهار قبل السبت رحت على أمشيتي محلجات مع إيمات. إيمات جبالي فكرة وقصة، أنا كمان فكرة كل سوا، بس هو ديكور وإنه شغلنا كتير سوا. رح نحكي عن هالمهرجان يلي صار الأسبوع الماضي، سبت الماضي ببلدية عمشيت، أو من تنظيم بلدية عمشيت. جمعية. عماد، بدك تخبرنا أكثر عن الحفل يلي صار بعنوان من حروف. أول شيء خبرنا كيف تم التعاون أنت وبيير، كيف تم اللقاء، وكيف قدرتوا أنه تموا هيك مهرجان أو هيك حفل هالقد ضخم؟ تعرفت على بيير من قبل العرض، واجى العرض ليكفي الانسجام بالافكار وبكل شيء. سوري. بعدين شفنا المهرجان بعمشيت، فانطلقنا من فكره الحرف اللي هونيك هو اساسه الابجديه، وبذات الوقت تضوي على فكره التواصل، لانه انا وبيير كن مش يعني ما بنتواصل مثل حيلا اشخاص. فالصعوبه بلشت صغيره بس بعدين دغري راحت. نتعود على كيف نحكي، على الكلمات، على الاشاره، حتى تعلمت لغه الاشاره شوي. على كل حال بيير عنده طريقه كثير قويه بالتعبير يلي بتخلي الكل انه يقدر يكون عم بيقدر يفهم الحيل لموضوع عم بتجرب انك تكون عم بتوصلنا اياه. مزبوطه، من تعب حتى حديث شخص صعب يحكي معه، بس معلش انا بقدر، بس انا مساعده اشغل حتى بحكي بسرعه مساعده. أنا هذا الشيء فيني أقوله عن تجربة شخصية معك، يعني لما بحكيك على التليفون أو حتى يمكن لما نكون عم نتواصل لكن عم نحضر الحلقة، ما في أي صعوبة بالتواصل معك، يمكن على حيالة وسيلة إن كنا على الواتساب بالفويس فينا نسمع بعضنا ونقدر عم نفهم على بعضنا بكل سهولة. لنرجع لموضوعنا عماد عن الحفل يلي صار الأسبوع الماضي، كنت عم بتقلك أول شيء كيف تمت التحضيرات، وخبرنا أكثر عن من حروف.
بلشنا قبل شيء نحط القصة لهيدا العرض، ركزنا على نحن عم نشوف الصور كمان بذات الوقت. يس. هو العرض سولو لبيير دانس مودرن، ركزنا من خلال لأنه يكون التواصل هو أهم نقطة توصل للناس، لأنه مش كل شيء بالحكي أو بالسوشيال ميديا أو بالكلمات. فكان الرأس هو الحروف تبع بيير اللي استعملهم تيوصل إحساس كتير حلو بهيدي الليلة لكل الجمهور اللي كان هونيك. القصة بتحكي عن الإنسان اللي كان عايش بطريقة معينة ووصل له الحرف، وصلت له الثقافة، وصل له الحوار، بلش يعمر مدينته ومنطقته والمجتمع تبعه، ووين صار هلأ. هول كلهم عبارة عن مراحل بيمشوا مع الميوزيك، مع الكوريوغرافي اللي عملها بيير، تنوصل على ستوري حلوة بتحكي هيدي القصة وبتركز على أهمية الحرف والتواصل. دورك كان ديكور، اختيار الموسيقى لافت كان لبيير. يس. نعم، كثير وقت عم فتش قبل، منيح حبت لها حتى دقيقة قبل حاجز الميوزيك، خليها مكي بعدين حتى دقيقة. إنه في مش بس أنا هون كمان أولادكم، ليزل لكم، حلو فكرة وقصة هي. كيف قدرت تجسد هالقصة من خلال رأسك؟ بيير أنت وعلى المسرح شو اللي بيعطيك القوة؟ أكيد عندي بتاعت قوة، بس ما عم شوفها أنا، أنتو عم شوفها، أنه في تلقى أنه جدول الدم بتاعت حوالة مع جمهور لحظة. حتى أولاد أول مرة إجل أنت عم مسرح. مزبوط. نحن كمان بدنا نقول انه انت بتدرب اولاد بمدارس. نعم. بدك تخبرنا اكثر كيف كمان عم تقدر تعلم اولاد واي اعمار؟ حتى الصغار الكبار هلا مواسم الصيفيه هم ما كان مهرجان، بس المدارس الصيفيه بيعلم الرقص بالمدارس. جزتيه لسمو بيسمعونا وما كان. وحتى شفت الصوره، شفت القمر. مزبوط، عم نشوف القمر. أبناء الحياة، أولادكم هم أبناء الحياة. لحق إنه عجبت الناس الفكرة، فينا نقول هيدي فكرتك؟ وكمان مش بس أنا، بالتعاون مع عماد، إنه من حلو من حلو فإنه المزبوط أنا ما بيسمع كيف إحنا ما بس انا هلا حكي مكسر انا هيك. لا ما انه مكسر ابدا، نحن عم نقدر نفهم كثير منيح، حتى الناس بيعرفوا، بس حلو حطوا موضوع هيدا. صح. بيير مثل ما قلنا نحن بنعرفك قبل الشهره، وهلا عم نرجع نشوفك مره ثانيه بعد الشهره وبعد الالقاب الكثيره يلي حست عليها. مين بيير؟ شو صار ببيير هلا بعد كل هالشهره، ووين حابب تصير بالمستقبل؟ أنا هلا مشتغل كل المدارس بيعلم تلاميذ، والتاني المستقبل أتمنى الخاصة مدرسة. حلمك إنه يكون عندك مدرسة خاصة لإلك؟ نعم، يا ليت. أكيد الحكومة وزارة الثقافة لبنان، شفتي نحن عم نكمل، بس بتوقف مدرسة. أتمنى مدرسة الخاص اللي صم بيسمع تعوي احتياجات هيدا اللي عندهم احتياجات خاصة. بس صراحة أنا لبنان. نعم. ما ندرك عن لبنان، لبنان على تكبس لبنان أساسا فن، هيدا فن. لنحكي معك كمان بيير، كيف بتمضي وقتك؟ يعني بعيدا عن الأضواء والشهرة، كيف بيير عم بيقدر يمضي وقته مع الأصحاب؟ مين بيير؟ يعني يوم عادي أنت بتوعى فيه، كيف بيكون نهارك؟ خبرنا نموذج عن نهارك سريع. كثير الناس بحبوني، في أصحابي وصبايا شباب عم معدوم، في حوار، حتى ساعدوا تحتم فينا حكي إنه شكراً، إنه شكراً. شكرا. yes. لمين بتوجه اكبر شكر واكبر تحيه؟ لمين اكبر شكر؟ شكرا لكل الجمهور. عجبت هلا الميسيا مباشره. شكرا ساره، وحتى كل الناس
حتى شو ما كان أهلا وسهلا من قلبك على عرف سهول تعطيها كلها جمهور. يس عماد، المستقبل وين؟ في خطة يمكن مفكرين بشي كمان بعمل جديد لتقوم فيه أنت وبيير؟ هلأ صراحة من بعد ما عرضنا من حروف وكان ناجح وهالقد حلو، عم نفكر نشوف مهرجان أو المدارس أو حيلا محل بحب يقدر هيك شو، وأكيد في أعمال جاية إن شاء الله خير قريبا. هلأ في حدا دقوا حتى مقبل 100 شخص في بكبية، في شو، في بمناطق لبنان انه تكونوا كمان عم تعرضوا، يمكن عم تنشر الثقافة يلي عندك اياها وحبك للرقص. نحن بنعتز وبنفتخر فيك بيير، وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، واكيد لك كمان عماد اهلا وسهلا فيكم معنا اليوم. اليوم تعرفنا على بيير وعلى عماد، سبت المقبل موهبة جديدة كمان بانتظاركم. أنا بتمنى لكم ويك أند حلو، رح ناخد هلأ وقفة صغيرة ونتابع مع باقي فقراتنا لليوم بيقى لايف.